السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حوار مهم. قبل بداية اللقاء أرحب بالمذيعة الجميلة أستاذة نسمة. أهلا يا عبد الرحمن، أستاذة مرة أهلا وسهلا بك. مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بيكم في كل بيت وكل مكان. معاكم نسمه البغدادي من برنامج حوار مهم. النهارده هنتكلم عن عالم الجان والقرين والتبيعه. انا عايزه الناس كلها تتفرج على الحلقه دي لان شيقه جدا، واحنا زي ما متعودين كل حلقه بنجيب موضوع مختلف. معانا استاذه مروه معالج بالقران والسنه. ازيك يا استاذه مروه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. دايما يا رب، اتفضل. عاوزين نتكلم عن القرين والتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. القرين الطبيعة، أول حاجة قرين الست راجل، قرين الراجل ست. التبيعة أول حاجة ديت بتبقى ماسكة في الأرحام أكتر حاجة، دي بتمس الأرحام، يعني لو واحدة حامل بتسقط على طول، لو بنت ممكن تعطلها في الجواز. فأوحش حاجة التبيعة. التاني بيقول لما واحدة تكون مثلا لسه والدة، لما تيجي مثلا تولد ولد، تبقى لسه والدة تولد ولد، هي بتولد تبعتها بتولد بنت، فتبقى تبعتها تعبانه ومضايقه، تلاقي جسمها بيبقى فيه بقع، تلاقيها مش طايقه المولود وهي لسه والداه، تلاقيها تعبانه وجسمها واجعها. فبقول لها يعني ايه يعني تبعتك، اي حد تبعتك جايبه مثلا بنت وانت جايبه ولد، فيبقى في تملي اختلاف بينهم، فهي بتبقى متضايقه. طب نعالج دوت بحاجات كتير طبعا نعالجها بيه. يعني طب ايه الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان وبيدخل الجسم ازاي؟ أو الجن في منهم مسلم وبيصلي وبيعبد ربنا، وفي منهم مسيحي، في منهم يهودي، في منهم مجوسي، في منهم قبائل وعشائر كتير. الشيطان لأ، الشيطان ما بيسمعش للقرآن، الشيطان مخرج من مطلوب من رحمة ربنا، ربنا طرده. لكن الجن يستمعون القرآن وينصتون إليه. معانا مكالمة، أستاذ حنان القاهرة. ألو. أمال ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذ أمال. لو سمحتي كنت عاوزة، أنا عندي تعبانة وبشوف خيالات في الشقة على طول، وأنا وولادي ممكن توطي التلفزيون؟ تجيبي لي مية على رجلي؟ زمال. ألو. معاك. أنا بعدت عن التلفزيون خالص. اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. مجرد ما بشوف في الحلم حد بيكب لي مية على رجلي زي دواء أو حاجة وبتشوف كده، رجعت الشارع. يعني ده كل بشوف. انت بس اللي بتشوف الخيالات ولا اولادك كمان؟ ايه؟ انت بس اللي بتشوف الخيالات ولا اولادك كمان؟ اولادي في قلب الشقه. طب البيت كده، انت كده البيت فيه عندك اذى. عمار البيت اللي اتكلمنا عنهم قبل كده مأذيين، فبيشوفوهم، بيشوف الخيالات ديت. اكيد طبعا في ميه بتدلق في الارض سخنه، استغفر الله العظيم، بيدلق لبن من غير قصد، ده حرام برضو. وتروح مثلا اللبن مدلوق دست عليه، حد داس عليه، عيش بيترمي في الارض كده. قاصدين عمار البيت وقاصدين السكان بتوع البيت. ما فيش بخور في البيت، في صويت، في خناق، في شتايم، في اغاني دب 24 ساعه. فاكيد كده العمار مأذيين، لازم البيت يتحصن بالايات القرانيه. بالقران و... الرقيه الشرعيه تتقري في البيت، البيت يتمسح بملح ما عدا دورات الحمام، دورات المياه. بخور يتبخر بالكندر، يتبخر بلبن الذكر، يتقري ايات قران الرقيه الشرعيه. تمام. طب انا عايزه اسالك حته معينه. كان في على السوشيال ميديا كان في خبر نازل في واحده كانت حامل في الشهر السادس، وهي حملت ان في جان قال زق العيل، هي يعني متحملت وقامت لقت في ميه حواليها. تمام. وهي كانت حامل في الشهر السادس في توأم، الدكاتره احتاروا في امرها، بيقولوا ان في مشيمه يعني خدت الجان او حاجه زي كده، وفي ما لقيتش. والموضوع ده كان على السوشيال ميديا بتحصل. وعلى وجت على الاستاذ الاعلامي وائل الابراشي. بتحصل. فاحنا عايزين نعرف ده تفسيره ايه يا استاذه مروه. تفسيره ان هي تبعتها او قرينها وحش، خلى العيل معقولة يتحلل فنزل على الدم، مش ان هو اختفى هي خدته. لا، اذاه خبطه خلاه اتحل بقى زي الدم وداب فنزل. يعني ده معقول؟ ده معقول؟ انا جاتني واحده كانت حامل في 40 يوم وعامله اختبار وحامل، فجاه بتقول لي رحت عشان الدكتوره تشوف بقى، هي عملت اختبار بس ما حدش الدكتوره عشان اشوف الاختبار دوت، بقى لي كام يوم حامل. راحت للدكتوره بتكشف مش لاقي حمل. هي كانت قبلها كنت معالجاها، كانت مأذيه، كانت التبيعه اذيها وكان قرينها اذيها، فرحت عملت لها شويه علاج كذا شهر وقران وخفت وربنا كرمها وحملت. طيب. تعبت تاني واتأذت عشان ما التزمتش بحاجات معينه، فقرنها رجع تاني واذاها تاني، فبتقول لك ما لقيتش الحمل. طيب نشوف الاتصال معانا استاذه مره من الاسماعيليه. اهلا.
اهلا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي اتفضلي، سامعك. هكلم الدكتوره. اتفضلي معاكي. اتفضلي. ازيك يا دكتوره مروه؟ الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله. اتفضلي سامعاكي. كنت دكتوره حلمانه من يومين ان خالتي اداني 5 عبايات، وال5 عبايات كل مكتوب عليها الركوة الشرعية. اديتهم لك انت يعني؟ اه انت معاكي ولاد؟ لا آه. بس هي اديتهم لي على اساس ان انا اوزعهم لاخواتي. تمام، انت خدتي منهم؟ انا خدت عباية وكلنا. ربنا هيديكي خلفة صالحة وخلفة كويسة عن قريب ان شاء الله، طب واختي كانت واخدة والعباية عباية تبقى بنت. نعم، بتقول لي احلى عباية واخدها انا. انتي ولا اختك؟ لا اختي. اختك متجوزة؟ اه متجوزة وحامل. ربنا هيديها برضو، هيديها بنت. طب وانا دكتورة كانت مكتوب على ركوز، ما احنا كلنا خدنا. ربنا هيعطيكوا يعني العباية، وكمان يعني مكتوب عليها رقية شرعية يعني قرآن ربنا، خير فده خير ربنا هيديهولك، وخير حلو يعني هيديكي ذرية صالحة كويسة ان شاء الله، انت واخواتك اللي ما خلفش واللي ما اتجوزتي واخد، ربنا هيديها عريس. شكرا لاتصالك معانا استاذة أميرة. الو السلام عليكم. وعليكم مكالمات السلام. كتير اتفضلي. النهارده مش عارفين نجاوب. الناس بدأت تصدق عليكم في السلام. المواضيع. اتفضلي. هو انا في عندي حلمين، حلم لوالدتي وحلم ليا. اتفضلي. هي حلمت والدتي انها ماشيه هي وخالي، وفي ناس شغاله بتقطع في روس ناس يا ساتر. في زمن الجاهليه كده، وراحت ايه، راح قالها خالي تعالي هنا ادخل في البيت ده، راحت دخلت، راح قالها تقعدي في المكان انه ده، راحت اختارت مكان يعني وقعدت فيه، اتضارت من الناس دي. وراحت بعدين من قال لها تعالي يلا اطلعي، وراح قال لها عارفة المكان اللي اخترتيه ده هنا مين؟ قال لها هنا مين؟ قالت له هنا مين؟ وراح قالت له، قال لها هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانه. طيب هي كان في، وطلعوا كده لقيوا المكان متغير خالص، يعني الدنيا غير الدنيا. هي والدتك بتصلي ملتزمة وكده ولا ايه؟ اه طيب هو ده كان اذى ليها وربنا حشو عنها يعني، خلاها في مكان احسن وخلاها ربنا نجدها من الاذى اللي هي كانت فيه. هو تمام. وانا احكي لك حلم انا. اتفضلي. هو انا حلمت انه راكبه عربيه وماشيه بيها، وخالي برضو معايا، رحنا دخلنا خالك دوت عايش مسجد ولا كده. ميت؟ خالك ده عايش ولا ميت؟ لا عايش، قاعد في السعوديه. تمام. ورحت دخلنا مسجد كده، ورحت انا ببص قدام الباب لقيت مكتوب الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وبعدين في ناس زي بير كده واقفين يعني بيصلوا، بس هم مش بيصلوا، بس واقفين كأنهم بيصلوا. وبعدين المسجد ده اخضر الارض واتشققت الارض وبس كده. انت متجوزة؟ لا انا انسه. ربنا يديكي زوج صالح كويس، بس التزمي بالصلاة شوية، صلي وقري الاوراد والاذكار، والتزمي شويه بالصلاه، والتزمي شويه مع ربنا عشان تشقيق الارض والحاجات دي. ده شكرا كده حاجات لاتصالك. تابعينا بقى مع البرنامج. استاذه مروه، ما هي اعراض القرين في المنام؟ القرين بيأذي، تلاقيه بقع في جسمها، تلاقي دلوقتي هي بنت انسه على ساعه ما تروح وتيجي. جميل. ممكن تقول لك سحر، لا ممكن القرين معاكسها عاشقها، فمخليها ان هي كل اي حد يجي يخش البيت يمشي على طول، الموضوع ما يكملش. لو واحده بقى متجوزه مع جوزها والقرين ده عشيقه، بتخليها تملي مشاكل مع جوزها، مش طايقه جوزها حتى لو بيعمل لها ايه مش طايقه. وممكن للراجل برضو يعني، ممكن للراجل يعني قرين يعشقه، فتلاقيه بعيد عن مراته، تلاقي كل شويه مشاكل مع مراته. هو هل القرين في فرق بينه وبين الجن العاشق ولا؟ طبعا يعني ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. اه انا بس لان لو تفتكر في حلقاتنا قلت مره في فرق بين القرين ومن الجن، في فرق بين الشيطان، في فرق بين الطبيعه، في فرق بين القرين بيعشق زيه زي الجن. بيعشق. لان دلوقتي هو واحد فاسق وبيشرب ومش ملتزم ومش بيصلي، القرين بقى وحش زيه.
بيصلي بيخلي بيصلي وكويس، بيخش الجامع بيصلي في التزام، قرر تلاقيه بيصحي تلاقي حاجه كده نغزته او حاجه يصحى عشان يروح يصلي، فبقى قرينه صح كويس صح معاه، فوحش بينا حلو بينا. اكيد اكيد. طيب في ناس كتير بتقرا في الفنجان، تمام، هل قراءه الفنجان دي حرام وفعلا بيتمس لو قرا الفنجان؟ حرام، قراءه الفنجان حرام، بس الناس دي بتبقى خاويه، بتبقى مخاويه ان بتبقى شايفه كل حاجه حصلت، بس لا يعلم الغيب الا الله، اكيد يعني ما يعلمش الغيب غير بس في ربنا. ناس كتير بتقتنع بيه، في ناس بتقتنع بيه، وفي ناس بتدفع له فلوس الدنيا عشان خاطر يشوفوه، وبيبقوا شاطرين فيه بيقولوا عن صح وعن اقتناع، بس كذب من الجنون ولو ولو صدقوا، صدقوا صح، يعني حتى لو هي صادقه هي كدابه. صح، ان تشوف الفنجان حرام، الفنجان الكوتشينه الودع فيه بيشوف الودع، النوى كف والكف كف. فده كله حرام، فاحنا ما نشوفش حاجه زي كده. يعني هقول لك ان انا مش ما كنتش، لا زمان كنت بشوف الفنجان، يعني بس دي مفاجاه اللي انت مش عارفاها. انت مخاويه بقى ولا ايه؟ لا زمان كنت بشوف، بس كنت بشوفه كهزار وكهوايه بس او بتتمسي. كحب او كنت ممسوسه، حتى كنت تعبانه، لان ممكن اللي بيشوفه بيبقى عنده اذى، وكنت تملي احلف فاقول لا انا مش هشوفه، وابويا الله يرحمه حرمني، ومامتي بقت تزعل مني، وجوزي كان، لان حرام وانا كنت عارفه ان حرام، واجي استغفر وابقى متضايقه، بس انا عشان كنت مأذيه، لو تفتكر الموضوع كنت مأذية، أيوة. فالأذى العشير اللي كانت ماسكة فيا دي كانت مخلياني بعيدة عن ربنا، كانت مخلياني بعيدة. الفنجال ده لازم أشوفه، كنت بشوفه عن صدق، بس ما كنتش قادرة أبطله، زي ما أكون إدمان، في ناس تبقى مدمنة مش قادرة تبطله، أيوة. فربنا يهديهم يا رب ويشفيهم ويعافيهم، زي ما أنا ما خفيت أمين يا رب. ومنعت عنه واستغفرت ربنا وطبت، والحمد لله إني ما أشوفش حاجة زي كده خالص. أمين أمين. أستاذة مروة، الحمد لله. إذا كانت المرأة عندها قرينة أو الراجل، هل ذبح الحقيقة ده بيرد القرينة؟ اللي بيذبح لقرينه بيقول لك حرام، في الدم حرام، يعني ده حرام. انت كده بتبدي الجن والشيطان، عشان تذبحي انت بتذبحي عشان ربنا، عشان دي لله جميل. صدق انت لكن تذبحي، موضوع الزار ده نتكلم برضو ايوه فيه، الزار. ان في ناس، انا من اسبوع رحت ست كبيره، هي يعني ست انا عارفاها، فهي عيني عشان نظرها ضعف اتعمل لها حاجه ونظرها ضعف، فبتتعلق بقشاجات، واحده من السودان قالت لها انت معانا، لازم تذبح لك. معذرة، اتفضل معانا مكالمه استاذ صفاء من القاهره. الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اسال حضرتك بس سؤال، اسالي مدام مروه معايا. معاكي، اتفضلي. وطي يا فندم التلفزيون. اسال حضرتك بس، عندي هنا واحد ابن اختي فهو تعبان كنفسيه، ما تعرفيش ايه اللي بيحصل له، بس احنا بيظهر علينا حاجات في الشقه، شفنا قبل كده قطه، وبعدين مش عايز يشتغل ولا عايز يتجوز، وشفنا قطه وشفنا واحده في الاوضه اللي هو بيقعد فيها، ومش عايز ياكل من الاوضه، ونفسيته تعبانه خالص، ومش عارفين في ايه، ومش عايز يعني، وديناه للشيخ قبل كده وكذا شيخ، مش شيخ واحد، لغايه الاستاذ اللي هو جه في التلفزيون ده، وبرده قال لي ما فيهوش حاجه، بس هو عايز يقرا اللي هي سوره الشرعيه دي. تمام. وديناه لعمرو الليثي وقال له بتاعت الشرعيه دي، فقال له يا ستي واجتمع على قران وميه بملح والكلام ده، وما فيش فايده، ومش عايز يخف ولا عايز يشتغل ولا عايز يتجوز. لا ده عنده وسواس قهري، وسواس جواه ولا مرض نفسي بيخليه، او مرض نفسي بيخليه مش عايز يشتغل، او عنده جات له عقده من شغل، او حب بنت فمنع الجواز، دخل في حاله اكتئاب، دخل في حاله اكتئاب، فدوت مرض نفسي لازم يتعالج. طب عايزين نكمل بقى موضوع الزار. في تحس ان هم بيعملوا يلبسوا جلاليب بيضه كده ويذبحوا فرخه وحاجات كده غريبه. انت هتفتحي، انت السحر بتاعك معمول ان لازم يتعمل لك زار عشان تفك السحر بتاعك. جابت لها ديك كبير اسود وراحت ذبحته وغرقت لها بيها هدومها وجسمها والحيطان لغايه دلوقتي، وراحت حاطه لها سحر قلب شطار ليهم في البيت في قلب الحمام، في قلب مكان في الحمام، فانا طبعا دخلت البيت اكيد داخله مقبره، داخله حاسه ان في بلاوي في البيت ده، فدخلت لقيت الست طبعا مش بتشوف، هو نظرها ضعيف يعني من عند ربنا اتعمل لها اي نعم سحر، بس العصب بتاع عينيها ضعف. فده خلاص، ده يعني هي عايزه عمليه، عايزه دكتور، السحر مفكه، لكن ان هي عشان بتشوف خيالات وحاجات هتتحش. المهم بعد عملت الزار فاكره ان هي تخف، ده هي اتبهدلت، بقت ماسكه عشيره معاها في البيت، مبهدلها هي وعيالها واحفادها، اللي يخش يشوف حاجات، البيت تخش كان البيت بيت يهود، اكن بيت يعني مش حلو ريحته. المهم قعدت اقرا، لقيت ان في ورقه في البيت
هي السبب في سحر في البيت. لما قرأت طبعا واستعنت بالناس الكويسين وكده، وقرأت قرآن وقرأت الرقية الشرعية عليها، وقعدت أشوف الموجود السحر ده فين، لغاية ما عرفنا أثاره موجود فين. لما قرأت سورة الأنفال، سورة الأنفال يا جماعة اللي يقراها 21 مرة قبل ما ينام معمول سحر بيبان السحر فين. أنا بقرأها في الرقية وأنا بقرأ بعالج بيبان في ساعتها السحر موجود فين. تمام. يعني دي حاجة ربنا مدياني الحمد لله. فعرفنا موجود فين وجبناه، لقينا معمول السحر على الحاجات. يعني محدش يصدق خالص يا جماعة الحاجات، ولا زار ولا نطلع سحر والكلام ده كله كلام فاضي. عملت الزار تعبت. تعبت وجسمها اتأذت، بحس ان نملي كل شويه ماشي في جسمي بيجيب الاذى النفسي. الدم ده بيجيب الاذى الشيطان، نفدي للشيطان ده، احنا نخليه يغور ويمشي ما نردهوش الشيطان. صحيح. بالقران ربنا يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. صح صح صح. معاك اتصال تليفوني. الو الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. ممكن بس احكي حلم كده لمدام مروه؟ اتفضلي. بصي حضرتك، انا حلمت ان في حد، هو شخصيا يعني هو انا شفته في الحقيقه لابس الجلابيه دي، الجلابية كانت حلوة جدا عليه، بس جه في الحلم جالي لابس الجلابية وهو قاعد انكب عليه حاجة، وهو قاعد اتبقعت ثلاث بقع، يعني بقعة كبيرة في وسط في أصغر، فزعل على الجلابية لأن الجلابية كانت يعني حلوة بيضة كده وحلوة، بس أو اللون اللي هو السمن كده. تمام. فقلت له طب جبت فوطة، وقلت له طب بص الفوطة دي كده هنمسح بيها، لقيتها اتمسحت، قلت له طب اقلعها وأنا هغسلها لك. فجيه لما قلعها لابس سرنج اسود، بس هو ابيض وشعره اصفر، السرنج فيه الياقه فيها حرف ابيض كده. فالمهم خدت الجلابيه غسلتها، فلقيتها بتطلع عادي كده، شفطت عادي زي بالصابون كده، قلت له طب 10 دقائق وانا هنشفها لك في الغساله، ورحت حطها كده وصحيت على الحلم ده. هو مين بقى دوت اللي كان بيت؟ ما خدتش بالي. الو، هو كده الحلم. جوزك اللي بصي فيه حاجه عنده؟ لا مش نعم؟ جوزك اللي كان فيه لابس الجلابيه؟ لا ده واحد شخصيه عامه كان تقريبا في حاجه كده، وحلمت بيه يعني شخصيه عامه من البلد من عندنا يعني. طب انت ليكي خلطه بيه يعني؟ ليا اخوات ولاد؟ ليكي يعني ليكي تعامل معاه او قريبك؟ عارفه. طيب هو في معرفة. حاجه في حاجه غلط هو بيعملها، او حاجه هو يعني مشي فيها مش صح، فالتلات بقع دول ان هي كانت دينته كويسه ودنيته بقت وحشه بسبب التلات حاجات اللي هو عملهم وحشه، فلازم يعتدل ويمشي بما يرضي الله. استاذه مروه، للاسف الحلقه انتهت، بشكرك نورتينا والله. نور بيكم. لسه الموضوع وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعه 3:30 على قناه الصحه والجمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.